ليست المرة الأولى التي يصطحب فيها الآباء أبناءهم إلى هنا، فمؤسسة رموز الكائنة في حي الشيخ عثمان شمال العاصمة المؤقتة عدن تمثل للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة عالمهم الخاص. بالنسبة لي كأم أحسش أنه أختلف إذا نظرة الأشخاص أنه مختلف عن بقية الأطفال، بس أنا كأم أحس أنه مش مختلف نهائياً عنهم. بالنسبة للتعامل، يتعامل بشكل بسيط بين الأفراد، إحساس حنون، هذا من الصوم يقو دائماً حنونين أكثر، أكثر شعور بالآخرين، ممكن يشوف أي واحد حزين يضمه، يحس بالقرب أكثر. على هذه الطاولات يقضون نهارهم، هنا يتعلمون، يلعبون، يبتسمون ويمارسون تمارين رياضية عدة تحاكي احتياجاتهم المختلفة. ماذا عندك الإعاقة الذهنية؟ هو عبارة عن طفل طبيعي بس عنده قدرات خاصة وعقلية بسيطة فقط. طيف التوحد عنده قدرات خاصة وإيش يقول؟ ضعيفة. أما بالنسبة للصم فهو مجرد عنده نطقا وسمعا فقط، أما العقل سليم بنيمية. ويندمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يوميا في كل أسبوع مع غيرهم من الأطفال، يقضونه معا بسعادة وانسجام. نعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقة المزدوجة الذين من حقهم أن يتعلموا ولم تقبلهم أي مدرسة حكومية. المؤسسة تطالب بالدعم المادي وبتوفير وسائل أكثر تطور وحداثة، بالإضافة إلى أن مدة استضافتها في هذا المكان لن تطول، فهي على وشك الانتهاء. نحن مراعين للمبنى حق المدرسة القادسية، لو خلاص بيتجهز بيبتني بيحتاجوا للمبنى. أما مركز محوي الأمية فهم الحمد لله لأنهم مستفيدين من المبنى الصباح ونحن العصر، بس حاليا إن الإدارة تحولت، إدارة محوي الأمية بسبب المبنى حقهم اللي مهدم في عدن تحولت إلى المنصورة. فاحتياجاتنا أيضا إنه إن شاء الله نحن نطمح ونأمل إنه ندخل ضمن ميزانية التشغيلية تبع صندوق المعاق. قد يبدو مختلفون ولكنهم مميزون مبدعون، هؤلاء الأطفال غدا سيكبرون ومن حقهم على المجتمع أن يساندهم ويتقبلهم ومن الحكومة أن تراعي احتياجاتهم. حنين جمال، بلقيس، عدن.